أنا عجوز وهذا بؤل شيخ إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليك أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروح جاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أنا أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فلما جاءت رسلنا لوط سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاء قوم يهرعون إليه من قبل كانوا يعبدون السواد. قال يا قوم قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. قال لو ان لي بكم صورة قال يا ربك لن يصبر اليك فاصبر جهرك بقطع من الليل ولا تتركه منكم احد الا وامراتك.